نقدم اليوم في الجزء الثالث والأخير من استجواباتنا حول مخططات الناس الصحية للعام الجديد، نقدم دفعة جديدة من الأجوبة. للسنة الجاية حنركز على الرياضة بزيادة، حاليا نلعب كورة بس حنمشي الجيم بزيادة لعدة أكثر من مرة في الأسبوع، لأن حاليا نمشي مرة بس، نمشي 3-4 مرات. والأكل طبعا واحد ياخذ أكل زي ما تقول هيلثي يعني. بشكل عام ممارسة الرياضة اليومية بشكل عام، والأكل الصحي إذا بتاكل أكل يوم أكل صحي، وبعتقد يعني إذا أحيانا بتمارس اكستريم سبورت يعني بنقول يعني مثلا كل فترة. اوكي هلا أنا بدي بلش روح على الجيم أكثر، بدي بلش اكل اكل احسن لجسمي، ولانه هلا بالعيشه بدبي صارت كثير صعبه تلاقي هيلثي فود، سو لازم نبلش ناكل بالبيت حتى لو اذا نحن كثير مشغولين، لانه مشان تعيش اطول لازم تكون جسمك عم يدخل شيء منيح ويجي من اكثر شيء من الخضره والفواكه، لانه هدول احسن شيء فيهم كثير نيوتريشن.